بسم الله الرحمن الرحيم، شنو هو السكند second order reaction؟ قال لي هو reaction whose rate depends يعتمد على شنو؟ concentration of one reactant raised to the power 2 أو the second power الأس التربيعي، خلاص، أو أن يكون عندي two reactants كل واحد raised to the first power، يعني يكون عندي a أس واحد وبي أس واحد مضروبين في k، وهذا راح يساوي rate هذا الاثنين نسميهم سكند اوردر شنو؟ ريأكشن. زين شنو اليونت مالته؟ مالت ال, 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 ال k هي واحد على مولار ضرب سكند، هذه السكند المفروض تصير سمول. شلون نقدر نستنتج ال, ال k او الثابت من السلوب في, الرس في الرسم البياني؟ أول شيء لازم أسوي رسمة ما بين واحد على تركيز الاي a، وما بين التايم. لاحظ في الفيرست first order كنا نقول لن الحين لأ، واحد على تركيز الـ a، وهذه راح تكون المعادلة مالتي، هذا راح يكون القانون، فراح نحفظ قانون السكند second order يختلف عن قانون first أوردر السلوب راح يساوي الـ k هالمرة مو ماينس كي والواي y intercept راح يساوي واحد على الـ, الـ a0، ومثل ما اتفقنا احنا من قبل أن عشان نحسب الريت لازم يكون عندنا اكسبيرمنت وبناء على هال انا احدد التاثير الكونسنتريشن على سرعه التفاعل لكن في مشكله صغيره اذا كان عندي انا متفاعلين هذا سكند اوردر رياكشن خلاص متفاعلين هذا ياثر على سرعه التفاعل وهذا ياثر على سرعه التفاعل شلون اقدر اعرف بالضبط شنو تاثير هذا وشلون اقدر اعرف بالضبط شنو تاثيره اذا اثنينهم لما يتغيرون قاعدين يعفسون لي تفاعلي مشكلة مع ان الريت لو مال السكند اوردر مشهور بهالحركة هذه يعني غالبا يكون في متفاعلين اكثر من انه يكون في متفاعل واحد تربيع يعني هذه تحصل بس قليل هذه اللي دائما نشوفها شلون احدد انا شنو تاثير الحبيب هذا وشنو تاثير الحبيب هذا قال لك في حركة تسويها ان انت تثبت واحد منهم تجمد تاثير واحد منهم شلون اجمد تاثيره؟ زيد تركيزه فمثلا اي حق البي هذه كم احتاج انا تركيز عشان تبدا التفاعل مع الأي؟ مثلا احتاج 1 مولر احط 50 مولر. هي بس تحتاج واحد مولر عشان تتفاعل مع الاي ويصير التفاعل تضبط لا 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 انا احط 50 بحيث مهما تفاعلت مع الاي يظل تركيزها وايد عالي وتقريبا ثابت خلاص. تمام؟ كافي حق التفاعل فما راح ينزل ما راح الغي تاثيرها على سرعه التفاعل بينما راح تصير الاي هي المؤثر الوحيد على سرعه التفاعل واسوي عاد خبركم انتم الحركات اللي كنا نسويها بالفيديوهات اللي طافت شلون نحسب تاثير الاي على سرعه التفاعل وبعدين اي اعيد التجربه مالتي مره ثانيه من اول وش اسوي ازيد تركيز الاي مثلا اكون احتاج منها 2 مولر احط 100 مولر احط 40 مولر اللي هو احط شيء كبير حيل واخلي التفاعل يمشي واخلي تفاعل تركيز البي عادي تمام تركيز عادي اللي يحتاجه 1 مولر اخليه 1 مولر فيتفاعلون مع بعض تركيز الاي ما راح يقل ابد بالنسبه حق التفاعل راح ينقص اي راح ينقص بس راح يظل كبير حيل بالنسبه حق التفاعل فما راح يؤثر على سرعه التفاعل اللي راح يؤثر على سرعه التفاعل هو البي فانا كذي قدرت احسب تاثير البي بروح وتاثير الاي بروح هذه الحركه يسمونها السيدو او السودو فيرست اوردر رياكشن او كاينتكس تمام for this kind of reaction we use the pseudo uh, first order kinetics conditions شلون أحط الرياكتنت بي مثلا in large excess فيصير الريت لو مالي K observed OBS يعني observed المشاهدة في تركيز ال A where K observed is the rate constant of the pseudo first uh, order reaction وراح تساوي ال K في تركيز البي هني اعطاني تفاعل هيدروليسيز وقال لي رايت ذا لو ذا ريت لو اوف ذا رياكشن اقول الموضوع سهالات شوف اخوي دام القضيه قضيه هيدروليسيز معناته كميه الماي وايد كبيره فراح يصير الكي اوبزيرفد مالتي هي الريت كونستنت في الماي معناته الريت مالي راح يساوي الكي اوبزيرفد في تركيز الحبيب هذا سي 2 اتش فايف كذي انا اقدر اقول ان الريت يعتمد على شنو تركيز الايثايل اسيتيت فقط معناته شنو معناته هو شكله سكند اوردر لكن هو في الواقع صار فيرست اوردر رياكشن تكلمنا عن التيهاف هاف من قبل وشرحنا شنو هي حق السكند اوردر راح يكون قانوني تي هاف تساوي واحد على كي ضرب تركيز آه الاي initial الابتدائي طبعا ما ما يحتاج اقول لك ان هذه شو تسوي فيها تحفظها في هذا السؤال يقول لي iodine atoms combine to form molecular iodine in the gas phase وأعطاني التفاعل قال لي this reaction follows second order kinetics علمني انه second order عشان أعرف أي قوانين استخدم and has the high rate constant of كذا هذا ال rate constant اللي هو ال k وأعطاني درجة الحرارة if the initial concentration of I was كذا هذه ال A0 calculate the concentration after two minutes وأعطاني T بس T لازم أحولها إلى seconds فراح أقول T تساوي اثنين minute ضرب ستين سكند على واحد minute نص الحكي عربي نص انجليزي معناته راح يطلع وياي وان سكند اكتب قانوني السريع يساوي K في تي زائد واحد على الاي زيرو وهني تعويض مباشر الكي عندي هو سبعة ضرب عشرة أس تسعة ضرب التي اللي هي مية وعشرين حطوا هذول كلهم بين قوسين زائد واحد على تركيز الانيشيال وكل هذا راح يساوي ون على اي يعني بمعنى اخر ون على اي ساوي ثمانية فاصلة ثلاثة ثلاثة ضرب عشرة وس عشان نطلع الاي ناخذ المقلوب يعني نقسم الطرفين نقسم واحد على الطرفين او اني بهذي تقدرون تسون الطرفين في وسطين صح؟ تجيبون هذي هني وتجيبون هذي هني فراح يطلع وياي تركيز الاي شوية ثبت انت تركيز الاي راح يساوي 1.2 ضرب عشرة والسالب 12 مولار. لازلنا ندور في فلك المسألة. حلوة القطعة هذه جديدة. calculate the half-life يبي يعني T half of the reaction if the initial concentration of I was كذا. هذه initial concentration and كذا كذا مولر. هذه أيضاً معناتها يبي لنا نحسب مرتين، مرة إذا كان initial كذا، ومرة إذا كان initial كذا. الأمور سهالات. تي هاف قانونها شو يقول يا جماعة الخير يقول واحد على كي في تركيز الأي زيرو يساوي واحد على الكي مالي اللي هو سبعة ضرب عشرة أس تسعة ضرب في الحالة الأولى بوينت سكس والتي هاف هني راح تطلع اثنين فاصلة أربعة ضرب عشرة أس أربعة سكند في الحالة الثانية سأعيدوا أنتوا نفس الحركة يعني راح يصير تي هاف يساوي واحد على كي أي نوت يساوي واحد على سبعة عشرة ضرب, point four two. واحد point four ضرب عشرة أس تسعة ضرب بوينت فور تو راح يطلع ثري بوينت فور ضرب عشرة أس عشرة سكند هني يقول لي for the reaction uh, the following experiment was كذا the rate law of this reaction is you know معناته أنا أحتاج أعرف ال x وال y أو أعرف ال rate order مال كل متفاعل راح أثبت هذا الحبيب اللي هو ال a وحسب ال b أول شيء لاحظ ال b هني زادت من ثلاثين لستين بينما هذول ثابتين صح فأقدر أستخدم هذه التجربتين راح ان هني ثلاثين انضربت باثنين فصارت ستين. ورأيت شنو صار فيه؟ ما تغير، ما تغير. يعني انضرب بواحد، انزين اثنين، أس أم او, أو أس إكس يساوي واحد. شنو قيمة الأم هذه أو قيمة الإكس؟ صفر، اثنين أس صفر تساوي شنو؟ واحد. معناتة الأم؟ او الاكس اللي تبي تسميها سمها الأس المهم الاوردر يساوي صفر معناته هذه البي الزيرو اوردر خلصنا منها، تعال شوف الثانية، الحين نبي الأي، نبي نغير الأي من خمسة عشر الى خمسة واربعين تمام؟ ولاحظ ان هالثنتين ثابتين ثلاثين ثلاثين لاحظ ان ال 15 هني ضربت ب 3 فصارت 45% بالمئة. تمام بينما هني الريت من 4.6 صار 41 نقسم ال 41 على ال 4.6 ويطلع ويانا 9 معناته ال 4.6 ضربت ب 9 فصارت كذا انزين معناته 3 اس اكس صارت تساوي 9 كم قيمه الاكس قيمه الاكس 2 ثلاثة تربيع تساوي تسعة معناته هذا سكند أوردر فراح يصير الـ الـ القانون مالي ال R أو الريت يساوي خلينا نكتبها ريت أحسن الريت يساوي K في A تربيع في B الصفر B الصفر يعني شنو يعني واحد فما نكتبها نفس الطريقة هني معطيني ديتا ويبي الريت لو يلا نحلها خلونا نحسب حق الواي اول شيء الواي هني زادت من واحد من صفر فاصلة واحد الى صفر فاصلة اثنين وهني الزد كان ثابت معناته اقدر استخدم هالقيمتين فراح اقول هني انضرب باثنين صح وهني ايش صار بالسرعة انضربت باربعة اربعة ضرب اربعة يعطيني ستة عشر قسموهم على بعض اقسم هذه القيمة بالآلة الحاسبة على هذه القيمة راح يطلع لك اربعة معناته عندي اثنين أس إكس أعطتني أربعة أستاذ مرة تستخدم إكس مرة أم ما يفرق المهم تعرف الأس إكس واي زد اللي هو خلاص اثنين أس إكس يعطيني أربعة معناته الإكس تساوي كم اثنين معناته هذا الحبيب سكند أوردر تعال خلينا الأخ الثاني لاحظ هني هذيل القيمتين ثابتين وهني تغير ضرب اثنين صح؟ 0.1 ضرب 2 صار 0.2 وشنو صار بالسرعتين هذول لما تغير؟ تلاحظ ان الاربعة صارت 8 يعني ايضا انضربت ب 2 هم انزين اذا عندي 2 اس اكس تساوي 2 معناتها هل اكس تساوي كم؟ 1 2 اس 1 تساوي نفسه اي شيء اس 1 تساوي نفسه معناتها هذا يعتبر فيرست اوردر فلما اكتب الريت لو راح اكتب ريت يساوي الكي ضرب الواي والواي سكند اوردر ضرب الزد والزد فيرست اوردر الواحد ما يحتاج احطه هنيك سؤال بالامتحان يقول لك انتبه حق صيغه السؤال يقول لك this reaction is what order in y تقول second order in y يقول لك this reaction is what order in z تقولها first order in z يقول لك in z total أو the order of the reaction شنو هو تقول اثنين زائد واحد الاوردر مال الرياكشن كله از ثيرد اوردر واضح يا رب تكون استفدت والحمد لله رب العالمين